وقفوا استنوا وقفوا. دستور بسم الله. هي ام البنت سيدي. سيبه وشوف لي شو الموضوع يا ابني. نازل سيدي. زين زين الباقي خلوكم جاهزين. خالتي شو عم تعملي؟ من المديريه لقوا بنتي وقالوا لي انتوا رايحين لتجيبوها، قالوا لي استني هون، بس انا هربت منهم واجيت. ايه وين الشرطي يا اليف؟ يا ام الشرطي يا اليف عن بنتك هلا راحت لهونيك كرمال تخلصها ونحن رايحين لنطالعهم ان شاء الله. عن جد؟ انا كمان رايحه معكم. لا خالتي انت ما فيك تيجي معنا. بروح وما حدا بيقدر يمنعني. قلب الأم ما في قوة بالعالم بيقدر يهديها ابني. اطلع انت لهون. أمرك سيدي. جميل انت انزل لشوف. جميل رح خبر مديرية الأمن هلأ. انت انتظر هون رح يبعتولك سيارة بتجيبها الست المسكينة كمان وبتلحقنا، يمكن تفيدنا بأنها تحكي مع بنتها. يلا لشوف. أمرك سيدي. يلا خالتي تعي. تفضلي سيدي. تعي خالتي قربي لهم. خبرت حبايبكم كلهم رح يجوا بعد شوي، نحنا كمان منجهز حالنا. قلت خبرتو؟ مو حلو إنكم تكبسوا علينا من غير ما تخبرونا على طول. من وقت للتاني خلونا نحن كمان نجهز لكم مفاجأة. سينام تعي لشوف حبيبتي. البسي هاد لشوف، بدي شوف موديله عليكي. دخيلكم اتركوني دخيلكم لو سمحت لا تلبسني اياه. البسي قلتلك لو سمحت. هلو حلو ممتاز حلو كتير. لونه ما كتير لابق لك بس فيني اقول ماشي حاله. اسمعني ولك، مو من حقك انه تقتل بنت بريئة. هات الحزام الناسف انا بلبسه، اترك البنت تروح. ايه المتسابق رقم 2 معنا طالب انه يلبس الحزام بداله. طبعا راح تلبسه. معقول خجلك؟ لبسوا إلو كمان. كرمال المتعة والحماس عملت لكل واحد منكم تحكم عن بعد. لنشوف فرقة العمليات الخاصة مين رح تخلص منكم وشو رح تعمل فيكم. وانت مين بده يخلصك من بين إيدي؟ هذا اللي لازم تفكر فيه. وصلوا. ممتاز. يلا 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 عجلوا، يلا يلا بسرعة. فرقة واحد، تم تحديدنا كلنا اليوم، وهلأ الوقت وقت إنه نحط حد لهدول الحشرات التافهة. لآخر نفر ولآخر نفس ولآخر نقطة دم فينا رح نحاربه للأخير. الله يكون بعوننا يا شباب. آمين. بنتي. خالتي. يا روحي. يا خالتي. بنتي سينم. خالتي استني. سينم. خالتي وقفي شوي. بنتي. خالتي. بنتي سينم. وقفي 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 وقفي، هدي أختي هدي. جوا مع بنتك في 2 من أولادنا كمان، ماشي؟ تمام؟ أنت هلأ رح تستني بالسيارة يا أختي. أمرك سيدي. هدول السرسري عم يحاولوا يحرقوا قلب كل أم بالبلد، بس ألف الحمد لله أنتم موجودين.
في باب بنلجأ له لنطلب مساعدة. الله يرضى عليكم يا رب. انت خليك هون معي يا جميل ابني، انت خدع السيارة. امرك سيدي. تعي خالتي تعي. أيوة متسابقين جاهزين. وهلأ يا جماعة رح أشرح لكم القوانين. 1، على هاي الجواكيت في مقياس للسرعة، إذا خطيتوا خطوات سريعة أو حتى حاولتوا تركضوا خلال 10 ثواني بينفجروا. القاعدة الثانية، إذا طلعتوا عن الاستقامة اللي بحدد لكم إياها أنا بالتحكم اللي بإيدي هاد بفجركم بلحظتها. القاعدة 3، 1 منكم هو اللي بينفذ بس. نحن كعناصر بالعمليات الخاصة متخلين عن حقنا بالفرصة. بعت البنت وخلينا نخلص من القصة. أها، بس هيك ما رح يكون في متعة. نحن جهزنا كل هالتجهيزات، الفرقة تبعكم كمان برا، ليكوا رح ننبسط كتير صدقوني. سيدي، مو في شيء اسمه هاكر بالإنترنت؟ ايه. وكرمال انه يلقطوا هدول الهاكر، بعض المواقع الكبيرة بيتركوا ثغرات على انه بوابة. ايه. ونظام الحماية بهي المواقع، قصدي البوابات، هي افخاخ لهدول الهاكر، يعني بتوصل الهاكر لمكان ما الشركة بدها. لك شو عم تقول سيبو؟ زبط لي الحكي. سيدي نحن متمركزين هون بس، هنن اللي بعتوا ورانا لهون، مو نحن اللي كابسين عليهم هلا. يعني بالحقيقة عم يتم الكبس علينا بدك. تمام سيدي، تمام، هذا اللي بدي اقوله بالحرف. ايه، بشو بتنصح طيب؟ نحن كمان لازم نتصرف على غير العادي سيدي، يعني منقوم بحركة ما نكون متوقعينها أبدا. كارلوس، مرني سيدي. بديك على سطح البيل، ومجال القنص مو للأمام، رح يكون لورا. تمام، فهمت سيدي. ايه، فرقة العمليات الخاصة، اهلين وسهلين. رح نلعب نحن وياكم لعبة على الموت. وانت البيس هاد؟ تمام، انتو جاهزين، ممتاز. انشروا لهم الصيصان لشوف. من الصقر 3 للصقر 1، أنا على وشك الوصول للموقع. علم صقر 3، بدي فرقتين مقلفين من 2 يقتربوا من الموقع شوي. سيدي، كلن لابسين أحزمة ناسفة، كل مين رح يروح بجهة ومنشوف مين منهم رح تنقذوه. سيدي، على كل واحد حاطين قنابل بتنسف الحارة. شو رح نعمل سيبو؟ ماني متأكد، بس ممكن يكون فيهم تحكم عن بعد. إذا استخدمت أجهزتي ممكن أقطع الإشارة ب 120 ثانية. 120 ثانية؟ ماكسيموم. وهذا إذا كان الحظ لطرفنا.
سيدي أنا متطوع لأدخل بين القنابل. شكرا جميل، بس هلأ مو وقت هالحكي أبدا. يلا بقى يلا، ما تعملوا شي، عم يمر الوقت. يلا ابني جيبوا السواتر عجلوا. حاضر سيدي. سيبو استخدم اجهزتك وقطع الاشاره 120 ثانيه، ما عندنا حل ثاني غيره. يلا سيدي. رح تصلوا للرهائن فورا، فهمتوني؟ امرك سيدي. من الصقر واحد الى كافه العناصر، الرهائن مدججه بالقنابل، اشاره التحكم عن بعد بالقنابل رح تنقطع لمده 120 ثانيه. عند اصدار الامر الجميع رح يتوجهوا للرهائن ورح يفكوا الاحزمه فورا. باقي العناصر رح يكونوا على أهبة الاستعداد في حال دخلنا بتبادل إطلاق نار. علم سيدي. أنتوا جاهزين يا شباب؟ جاهزين سيدي. سيبو أنت جاهز؟ جاهز سيدي. خلوكن على الخطة، الله يكون بالعون. آمين سيدي. طيروا يلا. يا وسخين انتو، عم تستخدموا جامير؟ بنتي سينا، سينا وينها بنتي؟ اللي وينها بنتي؟ وينها بنتي؟ ما طلعتوا؟ خايفة يقولوا سهولة شي. روقي شوي وقفي، وقفي شوي اسمعي، استني هون لا تتحركي ابدا، وقفي خليكي واقفة هون. ابني شيلوا الاقنعة على راس الرهائن. هدول طعم سيدي، جماعتنا مو معهم. اكتشفوا هذا الجزء بسرعة كتير، ضوعوا لي المتعة. افتحوا النار، يلا افتحوا النار، اوصوا عليهم. روحي هيك، روحي هيك، لا تتحركي من مكانك، امسك تتحركي. إليف، إليف، إليف أنت هون؟ أنا هون عاكف، شو رح يعملوا فيني؟ أنا خايفة كتير. أصلاً هلأ بلشنا. أنت انتهيت يا ولد، بس أنت مصمم أنه تلعب هاي اللعبة بالأول. أنا اسمي عاكف أمير، عنصر أمن ومن فرقة العمليات الخاصة، وبحب بلدي كتير، وهلأ مطلوب مني راسك. ها
قوم قوم. لحتى كلكم تضلوا عايشين اليوم عن جد رح تحتاجوا لحركات كتير خاصة. قومي حركي حركي بسرعة. قدامي يا حلوين قدامي. يا جماعة الكابل اللي رح تقصروا بالقنابل أدخن كابل فيه ولا تنسوها. استعجلوا أصلا ما في غير ثلاثة أدخن شيء. قطعوا الكابل الأحمر التخين يلا ما معنا وقت. ما عاد فينا نعمل شيء بعد هلا صديقي. مش الحال الحمد لله. بس لازم تنتبهوا انه ناشرين قنابل بكل مكان. سيبو ايه عاكفوا ايدي في الساتون جوا. لسه معنا دقيقة باشا لازم نفوت لجوا بسرعة. ما بقدر اقطع الاشارة مرة تانية. جميل احمد تعوا لهم مع الساتة. وانتوا تحركوا بسرعة يلا تحرك تحرك رجعوا لورا. رجعوا لورا يلا تحرك 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 رجعوا لورا. صاير شي لبنتي دخيلك يا ربي والله بموت من بعضه. دخيلك قاعده من عندك يا رب واحمي ولاد هالوطن وانصرهم يا ربي. كل الشغل صار بالجهة الخلفية. ما عندكم وقت بالمرة هاي عم نبهكم. تعال هون تعال تعال ما رح استنى لآخر اللعبة. أنا ماشي بس هيك أنت رح تضغط على الزر لما يجي الوقت المناسب طيرهم كلهم بالهواء. يلا بشوفك. أخي ليكن هون بالجهة الخلفية بس الوضع ما بيسمح خطر كتير. ما عنا وقت لنستنى وصول الباقيين يلا. من الصقر واحد إلى الصقر اثنين سيدي نحن قطعنا الإشارة. شو بدنا نعمل لك عن سيبو ننتقل للجهة الثانية سيدي.
طيب يلا وانتوا ديروا بالكم على المرة. أمرك سيدي. شو بدنا نعمل؟ نحن لهلأ ما بنعرف إذا هنن أو لا. رح ننقذ الثلاثة. سيبو قال إنه الكبل الأحمر اللي تخين هو اللي رح يعطل القنابل. أنت ركز على الأهداف. شو؟ رح نقطع الكبال بالرصاص؟ لا تقلق كارلوس، ما عنا حل تاني غيره. الكبل الأحمر اللي تخين. أنا نازل لتحت أخذ التحكم. طيب ما في طريقة تانية نستخدمها؟ لا تنسى إنه أنت أفضل قناص بهذا البلد. اليوم يومك، ورجيني همتك، أنا واثق فيك. ماشي أخي. كارلوس! أخي! ما ضل عنا وقت كتير! نقطع الكبل الأحمر لتخين أخي! إيه هو نفسه! ماشي ماشي! عندي! شو بتقول سيبو؟ رح يقدروا يقطعوا؟ لازم يقدر سيدي. أخي الكبال الحمر صاروا واضحين علي. يلا كارلوس، حياتهم بإيدك، أنا رح أنزل. ماشي أخي. لك يلا بسرعة. يلا كارلوس تحرك بقى. شوف ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ صار الوقت لحتى انقذ رفقاتي من الموت. دخيلك يا الله، يلا دخيلك يا الله. يلا يا كارلوس. خلص الوقت سيدي، صار فيك تحكي هلا. اسمعوني يا شباب، الوجهة بيت الإرهابيين، حركة حرة يلا. اطلعوا ورجوني حالكم يا كلاب.
ولك يا غبي، إذا حملت سلاح فكر تقدر للدولة، نسيان إنه نحن هون. غبي، من سقرتني لسقر واحد تحكم معنا. أخي عاكف، اطمن، التحكم صار بإيدينا، قطعنا كابلات اثنين التانيين. تحرك، يلا يلا إليف، سينم، انتو مناح؟ مناح. خالتي خلصت العملية، هلأ فيك ترتاحي، بنتك صارت بأمان. ألف الحمد لله يا رب. أخي عاكف، أخي عاكف، أخي، أخي عاكف، أخي، أخي عاكف. ولك فهمني انت كيف عملتها؟ اثبتنا وجودنا اخي، هدول ثلاث قنابل مالها سهله، من على بعد 54 متر صبت الكبال اخي، كله بفضل تعليماتك. بطل إليف، انت منيحه؟ منيحه. عاكف، عاكف، الحمد لله على سلامتك اخي، طمني انتم منيح. شكرا. الحمد لله على السلامه إليف. عاكف، وقفت لي قلبي انت وإليف يا ابني. سينام بنتي، سينام يا عمري حبيبتي، يا روح امك انت، يا عمري انت الوردة اللي بتنوري لي حياتي، لو صاير لك شي كنت متت، لو ما قدرت شم ريحتك مرة تانية. امي سامحيني لاني ما سمعت كلمتك. لك لو صاير لك شي يا عيوني انت، كنت ما قدرت ضمك مرة تانية. تخيلي ما قدر شمك مرة تانية، شو معناها حياتي إذا ما بتكوني موجودة؟ ألف الحمد لله أنك رجعتيني، والله كنت بموت بحرقة قلبي يا بنتي. أمي كرمال الله لا تبكي، شوفي نفدت وليكني واقفة قدامك، ما عاد زعلك أبدا ماشي؟ عمري أنا ربيتك كل شبر بندك، شو عملتي فيني؟ والله كنت بموت من قهري عليكي، الله وحده بيعرف فرحتي برجعتك هلا وبالتعب اللي تعبته لربيتك يا عيوني. الله يوفقك، حماتي لي بنتي، لك انت كمان صبية مثل بنتي، الله يفتح بوشك، ماني عرفانة كيف بدي اتشكرك يا بنتي. خالتي استغفر الله، هذا واجبي. يا روحي الله يبعت لك ابن الحلال اللي يسر لك قلبك وخاطرك، لولاكي كانت راحت بنتي، قد ما تشكرتك قليل عليك يا بنتي. الحمد لله على السلامة. هذا قلب الأم يا أخي. يلا لشوف، يلا ضبطوا وخلونا نمشي، الحمد لله على سلامة الكل، يلا يلا يا شباب. حلال عليك والله يا أخي، حلال عليك، تعرف شو؟ جبت لك بال كأنك واقف قدامهم، بس ما قدرت صبت قبل أخي عاكف، ومنيح إنه ما فجرت. كيف؟ لما سمعت إنه التحكم صار معنا ما بتتخيل قديش ارتحت. ما قدرت تصيب الكبل الثالث؟ لا والله يا أخي، أوصت بس تحرك من مكانه. اللي هيك من الأول معناها إنه باشا اللي أنقذ حياة عاكف. هلأ صح، هو غليظ أحياناً
بس الرجال بيعرف شغله يا أخي، وتدخل بالوقت المناسب وما سأل بشي. أنا ما فهمت ليش. يعني بعد ما خلصت العملية هذا ليش راكض؟ لوين بده يكون رايح؟ أكيد بيكون ما شبع من الأكشن، بيكون راكض ورا شي أرنب. روحوا أنت وبال تلحقوه، أنا لازم أبقى هون فك القنابل. أمرك أخي، روح بالتا يلا. أول مرة شفتني بالمشفى قلت إنه قلبي رحوم وحنون. مظبوط حكيك، نحن في عنا جنة مثل ما في عنا جهنم. ولو كنت خاين انت كمان في عندك حقوقك قدام العدالة. اذا انت بتسلم حالك هيخف عنك الحكم. بس اذا بتطلع قدامي لتواجهني وتقتلني، تعرف انا عند وعدي، يعني رح اطلع بروحك. أخي عاكف! أخي عاكف! أخي عاكف! انبطعوا! بسرعة! هذا الوسخ متخبي مو معروف وينه. ديروا بالكم منيح. ها لقيته؟ عم حاول بالتا. عأساس انت ملك الصيد؟ لك انا ملك الحركة. شو يعني؟
لازم الطير يتحرك لحتى اقدر صيده تماما. معناها رح حرك لك اياه مثل العصفور. لا تستعجل هيك اخي، اصبر شوي. لقيته للوسخ. ما بتقدر لي. أنا فيني أطلع بروحك هلأ، بس أنا بدي خليك توقف وتواجه العدالة. أخي! 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 كأنه تأخرنا على الحفلة. تركت لك الحفلات لألك. والله رقدت بس ما لحقت. مرق أنت بوقف جنبك.